عليها. أكيد مع اليوم الجميل هذا وجود غزل ورؤى، أكيد نهني زميلتنا العزيزة والجميلة عبير الوعل بعد ولادتها ابنتها زمزم. أكيد مع البنوتة الكتكوتة هذه بتضيف شيء حلو لحياة أكيد عبير. طبعا، يعني أنا يمكن أكثر وحدة كنت منتظرة ولادة عبير، لأني كنت معاها خطوة بخطوة، يعني من يوم ما عرفت أنه هي حامل إلى ما ولدت. اللي كان يعني اللي ما حقول كم مزعجني، بس انه من جد كنت حاسه انه انا اللي حامل. كل من يجي يسالني عبير ما ولدت، ايوه صحيح، عبير ما ولدت، عبير متى حتولد؟ فمره ماني عارفه، مره من المرات مين جاء سالني، قلت لهم يا جماعه يعني هي لما حتولد انا حخبي عليكم، اكيد حاجي اقول انه عبير ولدت. اكيد. فانا اول ما ولدت كتبت واخيرا ولدت عبير الوعل على تويتر. اخيرا الحمد لله على سلامتها. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول حاجه الحمد لله على سلامه المولود الجديد، والحمد لله على سلامه عبير. اكيد والله يجعلها من مواليد السعاده، هذه رب. اهم الاشياء طبعا الواحد دائما يحاول انه هو يعني يذكرها. لا امس رحت زرت عبير وشفت البيبي، بيبي زمزم، طمنينا عليها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يحفظها. بس تعرف جسمها طالعة، تذكرت كل موقف كان بيصير معانا في المكتب لما عبير تجيها حالة البكاء الفجائية، لما قعدت وما عرفت توقف مرة ثانية، عرفتي؟ قاعدة طالعة في ذا البيبي إنه ترى أنت كنت معانا خلال هذه المدة كلها، صح؟ وأخيرا شفتك، عرفتي؟ ما شاء الله عليها، الله يحفظ لها إياها. آمين يا رب. ما شاء الله عليها، حاجة كده جميلة. يعني أقول لها، صرت لما أقول لها، أقول لها عبير تتذكري لما كنت أقول لك عبير لا تعيشي الجو، اشفطي بطنك، اشفطي بطنك. يا انه عبير من جد، والبيبي صغيره ترى، ما هي مره يعني كبيره، مو على قد انه مثلا لما عبير كده في الاخير خلاص بدات تتعب، ترى مره حاجه كده كيوت وصغيره، ما شاء الله تبارك الله، الله يخلي لها هي قلب الخاله هذه. يا طلعت تشبه مين، ماما ولا بابا؟ انا شايفتها يعني انا اول ما شفتها حسيت انه عبير صغيره. سبحان الله. انا ما اعرف عبير وهي صغيره، بس يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يحفظها كده، ملامحها مسمسمه كده، نقط نقط نقط، بس احنا معروفين نظرات بسبع وجيه، يعني كل ما تكبر راح تتغير ملامحها. حتى امس كده بشوفها هاديه جالسه ما بتبكي، فاقول لها عبير الله مره ما شاء الله كيوت ما تبكي، قلت لها هذا بس دحين ما تسمع صوتها. بالضبط، انت اصبري شويه الان، الان هم في السن ده يكونوا كده مره كيوت وما يبكوا، والبكوا حقتهم يلا يلا تسمعيها. شهرين ثلاثة عبير حتشوت شعرها. أكيد أكيد، الحمد لله على سلامتها عبير، ونقول إن شاء الله يخلي لك هالكتكوتة هذه وتكون شيء حلو في حياتك. يحفظها لانا أختها. أو لانا كمان. لا تغار علينا لانا. يا عمر الله يخليها لكم، خليها لها يا رب، إن شاء الله متاحة بالصحة والعافية. يا رب. مشاهدين احنا مستمرين معاكم، باقي فقراتنا بس نطلع فاصل ونرجع.